كذلك من الأصول الذي يختلف فيها أهل السنة وأهل البدع الخروج على العمة. الحرورية، هؤلاء الحرورية الخوارج خرجوا على إمام المسلمين وكفروه وقاتلوه واستباحوا دماء المسلمين من أجل ذلك. وأما أهل السنة وجماعة فيقولون علينا أن نسمع ونطيع لولي الأمر، وإن فعل ما فعل من الكبائر والفسق ما لم يصل إلى حد الكفر البواح فحينئذ نقاتله إذا لم يترتب على قتاله شر. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخروج على العمة إلا بشروط، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أربع شروط: أن تروا يعني بأعينكم أو تعلموا ذلك كفرا لا فسقا، يعني حتى لو رأى أنه مثلا يزني أو يسرق أو يقتل النفس المحرمة بغير حق دون استباحة لذلك فإنه ليس كافرا بل هو فاسق من جملة الفاسقين ولا يحل لنا أن نخرج عليه. الرسول قال كفرا. الثالث بواحا يعني صريحا لا يمكن فيه التأويل، فإن أمكن فيه التأويل فإننا لا نكفره ولا نخرج عليه. الرابع عندنا فيه من الله برهان، يعني ليس الكفر الذي رأيناه بواحا كفرا بقياس أو ما أشبه ذلك، بل يكون عندنا فيه برهان دليل واضح من الكتاب والسنة. هذه أربعة شروط. فيه شرط خامس يؤخذ من الأدلة الأخرى، وهي أن يكون عندنا قدرة على إزاحة هذا الحاكم الكافر الذي كفر كفرا صريحا عندنا فيه من الله برهان، يكون لنا قدرة. فإن لم يكن لنا قدرة صار الشر الذي نريد إزالته أكثر من مما لو تركناه على حاله ثم حاولنا بطريق أو بأخرى الإصلاح ما استطعنا. ولهذا يخطئ بعض الإخوة الذين عندهم ولله الحمد غير إسلامية ودين، يخطئون حينما يخرجون على من ولاه الله تعالى إياهم. والله حكيم، هو الذي يولي بعض الظالمين بعضا. لا تظنوا أن الولاة إذا ظلموا أو اعتدوا لا تظنوا أن هذا تسليط من الله تعالى لمجرد مشيئة من الله، بل هو لحكمة، لأن الله قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. والولاة لا يتسلطون على الرعية إلا بسبب الرعية، كما تكونون يولى عليكم. فبعض الناس الذين يحاولون الخروج على من ولاهم الله عليه ولو بالقوة هم يخطئون في الواقع. أولا أنه لا بد من العلم بما حصل من هذا الذي ولاه الله عليه، لا بد أن نعلم، مجرد الكلام والذي ينقل ما نصدق. وكم نقل إلينا من أقوال كاذبة سواء في الولاة أو في من دون الولاة إذا تحققنا وجدنا لا أصل لها. ولهذا جاء الحديث إلا أن تروا كفرا. الثاني إذا رأينا هذا الشيء بأعيننا أو تواتر إلينا من ثقات لا بد أن نعرضه على الكتاب والسنة، هل هو كفر أو فسق؟ وإذا ظننا أنه كفر لابد أن نشوف هل فيه برهان من الله، هل هو كفر صريح ما يحتمل التأويل، لأنه قد يكون كفرا لكن يعذر فيه الإنسان من جهة التأويل. فلا بد أن يكون بواحا صريحا واضحا لا يحتمل التأويل. لا بد أيضا أن يكون عندنا فيه من الله برهان دليل قاطع واضح. وإنما ضيق النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في الخروج على أمة بهذه القيود التي قد يظنها بعضنا صعبة، لأن ما يترتب على الخروج أشد ضررا مما هم عليه. وأنتم تشاهدون الآن ما حصل من الثورات، هل كانت الشعوب أسعد بعد الثورة منها قبل الثورة؟ أبدا، بالعكس.
ولا حاجة أن نعين بلادا معينة في هذا المكان، لأن الأمر واضح. فالمهم أننا ننصح إخواننا المسلمين من التسرع في هذه الأمور. وإذا سلط الله عليهم أحدا ممن يتولى عليهم فليسأل الله تعالى له الهداية والسلامة من شره، ويصبر كما قال رسول الله. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من أميره ما يكره فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة الجاهلية. لا بد من الصبر، لا بد من النصيحة. فهذه أيضا من الأصول الهامة التي سأل عنها الأخ، والتي يخالف فيها أهل البدع ما كان عليه أهل السنة والجماعة، فتجدهم يخرجون على الأئمة ولا يترتب على الخروج إلا ما هو شر. ما الذي فرق الأمة من حين أن خرجوا على عثمان رضي الله عنه إلا هذا؟ فنسأل الله لنا ولكم السلامة والهداية، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وأظن الحد الفاصل والذي يتم به هذا المجلس هو أذان الظهر، وقد سمعتموه الآن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.